مفيش حد غيرك ولا خط في الواد يا مصطفى. والله العظيم ما هسيبك لحد ما اعرف وين راح فين. كلها نقعد الاول ونتفق هاخد ايه مقابل المعلومات دي. اتفق مين يا روح امك؟ لو فاكر انت هتلوي دراعنا، دراعنا ما بتلويش. وراح احمد صلاح التوخل هيدفنك مكانك انت يالا. صلاح بيت توخل الله يرحمه مات موتة بشعة. شفت الفيديو؟ انت هتنطق يا روح امك يعني هتنطق. قوم يا ولد اخلص يالا. انت يا ياض انت الواد فين؟ تمام خلي الواد عندك وانا اقول لك استلمه كيف وميت. سلام. في ايه يا هنادي؟ جبت القسوه دي كلها منين يا عاكف؟ هي حصلت لعيال صغيره كمان؟ اللي يزرع قسوه يحصد قسوه يا هنادي. مستغربه ليه؟ والعيل الصغير ده ماله مال مرارك يا عاكف؟ بتدفعه ثمنه ليه؟ الواد هيقعد معزز مكرم. بعدين ام الواد ده هي اللي هتجيب سليم الانصاري لانها هتروح تستنجد بيه وهو مش هيسيبها ولا هي ولا ولدها. سليم الانصاري تاني يا عاكف؟ انساه عاد. انسى وفكر في اللي جاي. اللي جاي اوله ان سليم يموت. الدنيا ما تسعناش احنا التنين. والواد ده هو الطعم اللي هيتجرجره لحد باب قبره. يا خوفي انا قلبي وكلني عليك يا عاكف. ما تخافيش عليا يا هنادي. انا لسه سبع بس متكتف. الواد ده لازم نيجي هنا. ومفيش حد هيعرف يجيبه غيرك. انا ماليش في الدنيا غيرك دلوقتي يا هنادي. انت عناية اللي بشوف بيها وقلبي اللي بحس بيه. اللي من غيره ابقى جتة من غير روح.